ابو صقر ابو صقر بين يا اخوي معاك الهلال. والله يا سمعة ما انا عارف وشو اللي قاعد بصير معانا يا زلمه، من الساعه 8:30 امبارح وبعده ما مبين معانا شيء، معقول؟ والله يا ابو صقر بتحكي مزبوط. يعني ابو صقر يعني شو يعني؟ يعني ما فيش عيد؟ وشو يا يابا وشي هذه يا جماعه الخير؟ يعني معقول رسالي؟ يا اولادي لا تستنوني، ما راح تشوفوني مهما حاولتوا، انا باجي عشان اجيب لكم الفرح، بس ما لقيت فرح على مقاسكم، مالي قلب اشوفكم بهالحال، وكل عام وانتم بخير، ابوكم الهلال.